عام دراسي جديد في موريتانيا، حيث بدأت المؤسسات التربوية بالعاصمة نواكشوط في استقبال التلاميذ للتسجيل إذانا ببدء الدروس والعودة إلى مقاعد الدراسة. هنا بأحد المؤسسات التربوية يقبل التلاميذ على التسجيل ضمن السجل الدراسي لدى إحدى المؤسسات التعليمية التي يصف القائمون عليها الأجواء العامة خلال أول أيام الافتتاح الدراسي بالمريحة. اليوم الأول التسجيل يبدون التلاميذ اليوم جايين بكثرة هم يسجلوا وجداول الأساتذة سلموها كاملين، كل حد أستاذ اليوم عنده جدوله، وتشوفوا هنا ناس موزعة الرقابة، موزعة كل مستوى عنده مراقبين يسجلوا، كيف تشوفوا طوابير عليهم، لأن التهيئة الأخرى كاملة تامة، سبورات تم طلائها والأمور واللوائح جاهزة، وجداول الأساتذة وجداول الأقسام، الأمور على ما يرام الحمد لله، ما عندنا مشكلة ولا في نقص مولي في طاقم التدريس. يتحدث بعض التلاميذ عن ضعف الإقبال على المؤسسات التربوية، فيما يصف بعضهم الأجواء العامة التي طبعت الافتتاح الدراسي بالمرضية، من حيث إقبال التلاميذ على التسجيل على القوائم المدرسية تحضيرا لبدء العام الدراسي. قسم سابع ستيم دو، الحمد لله تسجيل زين ما شاء الله، استقبلونا ما شاء الله بظروف زينة ما شاء الله، جبرناهم ما شاء الله طاقم تربوي ما شاء الله، التلاميذ ما شاء الله مولي مقبلين ما شاء الله على التسجيل ما شاء الله الحمد لله. فيما أشاد بعض آباء التلاميذ بما وصفه بتعاطي المؤسسات التربوية معه من جهة، وبالتحسن الملاحظ في المنظومة التربوية من جهة ثانية، واصفا الافتتاح الدراسي بالجيد. جاوب عند الإدارة مع مشاكلنا كآباء طلاب، لأن عندنا في الحقيقة اهتمام كبير بهذا النشء اللي قايم نبقوه يقبل طريق صالحة، ونبقوه تتحسن ظروفه ويعود جابر الحصص كما هي، ونبقوه يجبر استقبال مثلا لين يحس، يخلق نوع من التكامل بين البيت والمدرسة. واستبقت وزارة التهذيب الوطني وإصلاح نظام التعليم الافتتاح الدراسي بنقل أزيد من 800 ما بين معلم وأستاذ إلى أماكن تدريسهم بالولايات الداخلية لسد النقص الحاصل في الطاقم التعليمي من جهة، وتحضيرا لافتتاح دراسي جيد من جهة ثانية، واعدة بالارتقاء بواقع المنظومة التعليمية.